ليه؟ بقول لك ليه؟ لان في واحد ابلايت كل 8 ساعات وكل واحد كل 16 ساعة. 12 ساعة، فهو غالبا 24 ساعة ده مش موجود، فاحنا هناخد اللي هو ابلايت. بس هو مش بيتكلم على الابلايد قد ايه؟ هنا. مش هنا Night every evening every evening واحد شو ابلايت yeah. الاول سيرفيس every بتاعته evening دي مش هتكفي ولا ايه؟ لا هو المفروض واحد كل 12. لا بص يا حسن، بص الفرق ان واحده فيهم هتابلايد على كل السيرفيس بتاع البادي، والملاسيون اللي تحت ابلايد على البيوبيك هير بس. لا لا فغالبا في الحالتين بين all body، في الحالتين فين؟ لا الحالتين انا مش all كاتب body، اول بس هي بودي، الفكرة ان واحد مش فيهم كاتب اول بودي، مش كم كاتب ساعة؟ لا اول واحده تو اول سيرفيس all surface area. area. ايوه الثانيه مش كاتب، عشان كده انا اختار الاولى. طيب يبقى خلاص تختار الفل، نختار all surface area. هنا قصدك في السؤال حاطط على، لا لا قول كل جسم وبيتضايق كويس وبيقعد، البيرمترين كان بيقعد قد 12 ساعة؟ كان في فرق أنا 21 أعتقد ساعة، الملاسن أطول، بياخد حط الثالث يبقى ده الملاسين 8 بيقعد ساعات 24 ده 12 ساعة. والملاسات مار الملاسين 24. في واحد أطول بس أنا مش فاكرة كام، حتى ما طب نجيب أنا هقوله الملاسن لكم، أجيب لكم بس عشان إيه؟ أربعة. نفك الخلاف هتلاقي تحت، هتلاقي تحت هنا انزل تريتمنت. فين البرمثرين ده؟ تلاقي في الاسكيبس يا باشا، مش انا موجود هنا. راح اكتب سكيبس. سكيبس طب هو، طب ما ده لا ده اللايز ده هو نفس السيم، وهيتحط بنفس بتاع الاسكيبس. هو نفسه انا اعتقد نفس العلاجات لا السكيبس. الديوريشن، لا قصدي لا لا، الديوريشن، ديوريشن مختلفة، ديوريشن ما مختلفة، هو ده اللي انا اقصده. ايوه تمام. التركيز مختلف. البيرمترين كان 5%، ده كان 0.5%، ماشي. ده الفيرست لاين، ده السكند لاين. اوكي، ده اللي بيتحط من 8 ل 12 ساعة، ده الايه فور بيرمترين. ملاسون 24. الميرثيون ده ايوه عشان كده افري ايفنينج دي مش هتاكل معاه، افري ايفنينج لازم 24 ساعة، والاثنين بعد اسبوع نعمل لهم ريبيت التريتمنت بعد اسبوع، تمام. وكفر كل بودي، كله بالفيس بالسكالب كله، ده بيجي في المناطق دي. سؤال بس، اللايز ده كفر البودي كله؟ السكيمش هتكفر البودي كله، مفيش مشكلة، انما اللايز ده كله برضه كله بيكفر البودي كله. كله 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 بودي. لا عشان ما يحصلش ري انفكشن، يعني انت بتعالج اريا فممكن تكون هو في مكان تاني، كله يعمل حتى ري الوش انفكشن. وحتى القلب كله، مع انه المانيفاكشر بتقول لك لا ما تحطش كده عشان ما يحصلش سايد افكت تقريبا، بس هم قالوا لا لازم جسم كامل. طيب اخد سؤال رقم 73. And the CT فيها هالو sign suggests invasive aspergillosis. The immune response component in immune response component first line action against aspergillosis. هو ده عيان 18 سنة وعنده other go chemotherapy for leukemia وجاي بفيفر وكف ومنتس شورتنس اوف بريس not respond to antibiotic وطلع فانجل في الآخر. immune response component هو ايه ده ماكروفيتش الفنجل؟ ايه اللي هيتحرك لها الفنجل؟ هو يعني الاسبرجلوزس ده مش كان بيجي معاه زينوفيليا؟ سيلوفيليا اميونيتي، سيلوفيليا اميونيتي ولا ايه؟ مش احنا كنا بنعمله بالاي جي اي بيرسبتنت اللي هو او الايزينوفيليا. الاي جي اي يعمل ايزينوفيليا؟ لا بتهيألي ملوش دعوة بالايزينوفيليا ولا ايه؟ ماكروفيج سيل ميديتد اميونيتي، الفيروس الكبير والتي بي والفنجس. Macrophage first line immune response they help to recruit neutrophil which are also
critical component in fighting aspergillosis. The knowledge relevant as it allows us to understand the patient deficiencies in macrophage and neutrophil are prone to aspergillosis. عشان هو immune deficient في الماكروفاج والنيتروفيل فهو بيقول بيعرض اكتر للاسبريجلوز. ماشي تمام. بص الاسنوفيليا بتاعتي انها بتكون مع الالرجيك برونكو بالموري اسبريجلوز. الاسنوفيليا بتكون مع الالرجيك اللي هي مكتوبه تحت اللي هي ايه؟ انا ما سمعتش. الاسنوفيليا الثاني الاسنوفيليا الإيزينوفيليا قصدك صح؟ ايوه صح. بتكون مع الالرجيك برونك بانوري اسبرجيلوز. تمام صح صح. لا انا عايز اسال على اللي هو احنا في لو هو مش اميونو كومبرمايز يعني مش بياخد كيموثيرابي المفروض اول حاجه النيتروفيلز هي اللي بتهاجم بعد كده هي الاسرع صح؟ عشان كده هو بالظبط هو المظبوط كده هو كاتب بعد كده المكروفيلز هو كاتب الكلام اللي انت بتقوله ده في الباراجراف اللي تحت ان هو ليت بعد ما يتكون الميون كومبلكس هيجي دور الايزينوفيل مكتوبه نفس اللي انت قلته في الباراجراف في نفس الباراجراف. ماشي عشان نفهم النورمال قصدي يعني بتاع الحكايه. طيب اوكي عشان يا رجاله سؤال 74 فولس بوزيتيف تيست اي بي اس من غير ما اعرف بتاع ال اسمه ايه بس الاي بي اس والبريجنانسي بريجنانسي والمالاريا وال اتش اي بي و ادي الواحد كان مالاريا و اتش اي بي صحيح البريجنانسي والاي والسيستميك لوبس والسيستميك ما هو ماشي في حاجه كمان كان في حاجه ناقصه كمان بس مع الاي بي اس مع الاي بي اس والبريجنانسي وقلنا والبريجنانسي مع لا والله كانت بقى. الدكتور محمد حبشي اللي هتلاقيه حافظها كانت اتهنى واحنا بنحل المشوار. appropriate course of action بتاعت السيرفيس اقل من 10 بقى نديله الثلاثه جرعات الفول course of immunization لا الثلاثه فين طيب الثلاثة دي؟ for recurrent fast test for recurrent or fast hepatitis B attribute ثلاثة دوزز ثلاثة هي دي صح؟ diagnosis مع الهايبوناتريميا ليجنالا bilateral infiltration ماشي تمام مجينا لنا ماشي visceral leishmaniasis least feature least لنبدأ اللي معاها diarrhea I think skin الاكسترا وبيجي بانسايتوبينيا بيجي مع بانسايتوبينيا رايسكن الاكس يا ماشي بيسكن مش هو بيجي معاه ولا مش ده بتهيألي بيجي مع جريسكن بيجي معاه يبقى الضايري طيب ليش من نيزيز نشوف الفيزيكولر ايه طبعا بيبقى معاها فيفر وسويت ريدرز بيبقى معاها حاجات اللي هو التيكلو اندوثيليال سيستم بتضربها ويت لوس جري سكين اللي هي الكالا ازار والبانسايتوبينيا طبعا
والبين دايجنوزس بي عن طريق البون مارو او السبلينيك اسبيريشن. اوكي سيفير دايجنوز سيفير فالسي بارم مالاريا از سسبكتد وذ تريتمنت اوف تشويس. اركيزي اي في اركيزي مي مش عارفه الثالثه ايه. طيب فين اصلا دي بوزيتيف باراسايتيميا؟ تمام هو قال لك سيفير خلاص بقى في ارتزينيت الارتزينيت لا السيفير انا اسوي ثاني هو بلس كان بياخد بلس مع السيفير البلس ايوه ارتزينيت بيز ايوه هي الارتزينيت ذات بلس الثالثه ريسبيرتوري ديستريس سندروم مع ريسبيرتوري ديستريس سندروم كومبليكيتد كومبليكيتد على فكره اللي بياخد معاها الاي سي سي تي خلاص هو ثاني بس هي الحاله دي مش معلش هي الحاله كومبليكيتد ولا لا ان كومبليكيتد يعني سيفير ان كومبليكيتد لا انا قصدي الان كومبليكيتد هي اللي بياخد معاها دي اللي هي اللي بياخد معاها البلس الان كومبليكيتد امال كومبليكيتد بياخد ايه بالظبط ارتزينيت بس ازاي يعني ايه بقى انا قراتها قبل كده بس كنت مستغرب بالظبط كده من الان كومبليكيتد ارتزينيت بس سوري الكومبليكيتد ارتزينيت بس الان كومبليكيتد بياخد ارتزينيت بلس او بيز كومباينيشن الان كومبليكيتد هو اللي بياخد البلس الثاني هياخد اي في انترافينوس ارتزينيت لوحده وغالبا كاتب الان كومبليكيتد بيبقى ريزيستنت والكومبليكيتد مش ريزيستنت وده ازاي برضه ده كلام بياخد يديه ده المناطق الريزيستنت بياخد يا اما كان فين الجمله اللي انت قراتها يا دكتور محمد هقول لك انا اول لان كومبليكيتد شغل هنا كومبليكيتد هنا صح بيقول لك في المناطق اللي هي فيها اللي فيها ممكن يكون معاها كلوروكين ريزيستنت تمام هندي فيها بالظبط هندي فيها اللي هي بتاع البلس دي الكلوروكين ما عادش بينفع فيها عشان كده انا بقول لكم كنت بقول لكم هو فين كمبوديا هي كمبوديا مش عارف بقى هم معتبرينها ايه بقى هنا كمبوديا دي هل هي مثلا من ضمن المناطق اللي بتبقى فيها يعني المناطق اللي بتبقى انديميك وملاريا واخده ومديه معاهم فمن كتر استخدام الكلور بيبقى اصلا ريزيستنت عندهم شوف الكلور الاخضر كده كاتب في ايه معلش المشكله كله مش كاتب حاجه مش كاتب حاجة في الكلوم جاب الموضوع تحت السيفير كاتب انترفينوس خلاص مش كاتب يبقى احنا سيفير معاه سيريبرال معاه رينال معاه ار دي اس معاه دي اي سي او هايبوجلايسيميا يبقى نديله ايه؟ ارزينيت لوحده كومبليكيتد هندي الايه؟ اللي هو البلس اكتر من اثنين هندي برضو الاي في ارتزينيت اكتر من 10 نعمله ترانسفيوجن عكس المفهوم يعني تمام ماشي هي دي حاجه فعلا انا لما قراتها كنت مستغرب يعني المفروض كومبليكيتد تبقى تزود بس خليها ان كومبليكيتد تزود غالبا ما ناخدش كلمه كومبليكيتد ونكتب في ريزيستنت كده في ريزيستنت ارياس ماشي هو ممكن اللي هو الكومبانيشن ده يزود لنا يعني بتاع ده اللي هو الديستريس او الكومبليكيشن اللي هو جاي بيها ممكن تكون دي تفسيرها الوحيد ان هو مش راضي يدي عشان العيان ما يدخلش زودش الريزيستنت لا الكومبليكيشن يعني مثلا عنده هيموليسيس يعمل لنا هيموليسيس اكتر او انما الثاني قصدك خربان يعني لا يعني خلاص هو يعني هيعالجه بالراحه عشان ما يدخلش في كومبليكيشن اكتر فنموته اكتر مش عارفه يعني ده يعني ده حاجه تحشيش انا مش عارفه ايه التاني ميت ميت يعني بديله الارض مش مشكله كومبليكيشن المهم يعني عشان نفتكر ماشي
ماشي. diagnosis positive organism HIV consensus request skin bunch biopsy demonstrate a typical spindle shape اللي هو الكابوسي سركوما بتاعت ال HH هي بتاعت البيرمن. اه بتاعت البيرمن. ايوه ال HHV 8 اخر ورقه بتاعت الكابوسي. ماشي سركوما. اوكي most appropriate course of action to prevent development tetanus عيان 19 سنة عنده compound fracture leg. His medical record show has 5 previous tetanus vaccination in the last 5 years. تقريبا بنديله بنكليدر 1 واخد فول vaccination. واخد الفول vaccination لسه قلنا كنا بنتناقش في القصة دي. لسه ما عداش 10 سنين يبقى ما ياخدش حاجة. طب compound كومباوند فراكشر فهياخد اكيد يعني كلير وهتدي له الامينو جلوبولين. ماشي وايه تاني لازم ياخد؟ امينو جلوبولين مش عارفه ناخد فاكسين ولا لا، انا مش متاكده منها مش عارفه. اذا انت قريت لا لا هياخد فاكسين صح؟ هياخد فاكسين بعد 10 سنين، بعد 10 سنين من اخر جرعه. هو شوف هو بدان بدان خلال 10 سنين يبقى مش هياخد حاجه لو كلين حتى لو كومباوند. بس انا فاكر الكومباوند فراكشر ده ليه حاجه غير التاني ده حاطينه ده ايش لوحده. ف مش ده الاميونو جلوبولين قصدي على الاميونو جلوبولين ده هو المفروض من 15 ل 18 سنه هيكون خد الجرعه الخامسه. فبعديها ب 10 سنين لو جه يبقى ياخد البوستر دوز، انما قبل خلال 10 سنين ما ياخدش البوستر دوز. هو الفكره ان هو الجرح بقى كومبليكيتد مش كومبليكيتد، ده هيدينا بقى الامينو جلوبولين، ندي ولا ما نديش الامينو جلوبولين. بس انما هو كلين وند بدان وذين 10 ييرز يبقى ما تبصش ريجاردلس السيفيريتي، ما تديش حاجه روحه. هو ما نديش حاجه ايه؟ لا امينو جلوبولين ولا فاكسين خلاص مش هندي مش ولا اي حاجه. لو عدى ال 10 سنين بقى نبقى بقى نقسم بقى نشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي بقى. لقيناها مثلا اللي هو السيفير هياخد الاثنين، لان اللي هو البورن ده هياخد بس بتاع هياخد دوز بس من الفاكسين وبس. ماشي هنا هو عايز ايه بقى؟ هو 5 سنين وكومباوند، يعني هو 5 سنين واخد الفاكسينيشن الفول دوز وكومباوند، هتعمل ايه بعد كده؟ على كلامكم كده كلير ووند وخلاص، لا هتدوا ده ولا هتدوا ده صح كده؟ كلير ووند مش عارف. ماشي بدان هو عنده 19 سنه واخد الخمس فاكسينات، اللي عندي سن شهرين 3 شهور 4 شهور من 3 ل5 سنين من 13 ل 15 سنه ل 18 سنه. تمام 18 سنه هو عنده 19 سنه within 10 years اي حاجه تجيله بغض النظر عن نوعها عن تايب سيفيريتي اوف ووند مش هياخد حاجه. بس الكلام ده ابديتد على فكره، ده مش اللي احنا قاريينه. لسه قاريينه. طب هاتوا قالوا تاني كده حسن؟ لا قبل كده الانفكشن قبل كده كان قبل كده لو قال لك كومباوند لازم تدي الهيموجلوبين فخلاص تمام ماشي. لا انا بس هاتوا تاني كده نبص عليه تاني. يونايزيشن انت بتتنس فاكسينيشن ولا كنا كاتبين ايه؟ انت بتتنس وخلاص هجيب لك كل ال كنا جايبينه في حته ثانيه immunization escapes ودي اهو تمام. هنا بيقول لك ان هو طبعا بيتاخد 5 مرات دي السنين بتاع عند شهرين 3 شهور 4 شهور من 3 ل5 سنين 13 18 سنه تمام. بعد بقى هنا بقى بيقول ايه بقى المانجمنت بقى احنا بنقيس حسب بنقسم الوند، هل هو هاي ريسك ولا هو اللي هو تيتانوس بورن ولا هل هو كلين. الكلين المفروض انه يكون ما عداش عليه 6 ساعات ومش عامل بنتريشن للسكن. الهاي ريسك ده هيبقى عنده ووند وبيرن اكستنسيف ومحتاج سيرجيكال ريموفال انترفنشن، او اتعرض لحاجات اللي هي هاي هيفي كونتمينيشن زي اللي هي السويل والسماد والمينر والحاجات دي. تمام التيتانوس برون دي اللي هي الايه
يا اما ووند، يا اما امباكشن للفورين بوديز، او واحد جاردنينج ايرجنت انجريز، او كومباوند فراكشر. هو كومباوند فراكشر رجع كاتب متكلم عليها ان هي هاي ريسك تحت، ما علينا، اللي هو ايه، او انيمال بايت. هنا بقى بيتكلم ازاي بقى، بيقول لك ايه، لو واحد واخد فول كورس ما عداش عليه 10 سنين، نو فاكسين ولا اميونو جلوبولين ريجاردليس الووند سيفيرتي، مهما كان يعني حتى لو كومباوند ولا اميونو جلوبولين بدا ان هو متغطي لمده 10 سنين، يعني لغايه سن 28 سنه مثلا لو هو واخد مثلا فاكسين، تمام. طيب لو هو هنا معدي ال 10 سنين، بنبص بقى لو هو معدي ال 10 سنين، بنبص هل هو في اي كاتيجوري. لو كان في الكاتيجوري الكبير قوي اللي هو الهاي، ندي له الاثنين، ندي له دوز وهندي له امينو جلوبولين. لو كان في الفور، هندي له بس فاكسين، دوز كمان من الفاكسين، دوز كمان من الفاكسين، يبقى الامينو جلوبولين بنديه بالهاي بس. اما لو كان يعني تيتانوس برون ووند، هندي له بس دوز بس من الفاكسين، كمان دوز بوستر دوز يعني، تمام. طيب لو الفاكسين احنا ما فيش هيستوري او هو انكمبليت، هنعمل ايه؟ هنبص برضو لقيناه اللي هو reinforce dose regardless of severity، نزود يعني دي ثابته، هندي دوز بشكل عام. ولو لقيناه بقى هاي او برون، يعني الاثنين اللي هم اللي في النص دول، هنقوم مزودين عليهم ايه؟ الاميونوجلوبولين. يعني مبدئيا كده لو هو incomplete او unknown، أو مبدئيا هندي بوستر دوز، والاميونوجلوبولين حسب لو هو واقع في الكاتيجوري ده او ده، هندي له اميونوجلوبولين. طيب ناخد سؤال تاني. هذه الدايجنوزس دم 14 عشان جلوكوز 5 و 9، دم 14 بتاعنا جلوكوز 4 و 1، يبقى كده 6 تلتين تقريبا. البروتين كويس، بروتين within normal I think. Normal. Normal CSF. نورمال سي اس اف، نورمال سي اس اف هيبقى معاه تلتين جلوكوز، وهيبقى معاه البروتين تلاتة، مش هي اقل من نص تقريبا، صح؟ نص جرام، وهيبقى الليمفوسايت قليلة. بيقول ايه في النورمال هنا ولا مش جايبه؟ طيب test to approve the diagnosis بتاع A widespread erythematous rash و commenced amoxicillin for upper respiratory، اللي هو اسمه الهيتروفيل بتاع ال بتاع ال بشتاين بشتاين بار فيروس. بس هل هو الاسريما بعد upper respiratory glandular fever، خد amoxicillin حصل له erythematous rash، يبقى كده احنا بنتكلم عن بشتان بار فيروس بتاع الهيتروفيل انتي بودي تيست، تمام صح. جراندولار فيفر كان عنده اللي هو بالانفكشن بالمونونيوكليوزيس ده، تمام صح. How would you treat this man 34 جاي from S1 تيني، ماشي، جايب within 3 day history of fever shortness of breath و cough dry cough past medical history include TB HIV CD 150 ضغط كويس heart rate 100 respiratory rate عالي 22 rest dropping يبقى pneumocystitis cornea صح؟ هي دي اللي بيقع saturation لما بيعمل اي اموكسيكلاف اي بي سي بترايكزون الاول، وبعد كده بنديله كوامكسيكلاف بعدها. لا ثواني، كنا بنعالجه ايه؟ السي بي سي كنا بنعالجه ايه؟ الكو ترايمكسازوم صح؟ تمام معلش. ايوه هي كو ترايمكسازوم، يبقى الكو ترايمكسازوم الاول، ولو السكند لاين ايه بقى، كان ايه بقى لو ما جاب فيتامين اي في او انهيلر، وده اللي احنا قلنا كنا بندي سترويد لو اقل من 9.3 الاكسجين، اقل من 9.3 ماشي.
كلاميديا هي بريجننت عندها 27 سنة، كلاميديا allergic to penicillin، يبقى اريثرو. بالظبط كده دكتور سعيد، كان مش هينفع عشان بريجننت ندي الأساسية، ندي الاريثرو. بتاع اسمها لايم، على فيش دروب، مفيش حاجة غيرها بتعملها غير اللايم. طيب ايه ديسكرايب ريش اوفر فور ام؟ تمام حاجة في الانفلونزا لايم. رمزي هانت ده هيبقى فيه فيزيكالز بقى، ملوش دعوة بالقصة دي. بس غلطان ميكانيزم اوف افتراض فدرال البينوفيدين ده عائلة البينوفيدين، مش ده عائلة ال ان النيكروسايد انالوج نارتي. بالظبط نارتي، طبعا نارتي. شكرا. طيب انفكشن اوف شيستيزوما هيماتوبيوم سترونجلي اسوشيتد مع سكويمس. سكويمس ترانزيشنال كان مع ايه؟ سكويمس كان مع سموبين الشيستيزوما. ترانزيشن مع الديناي الالينين داي ده، والالانين داي مع الالانين داي ومع حاجات غير الالانين برضو. والسايتوسومايت كان معاه ايه؟ مراجد سيستيتس. لا كان بقى معاه مكتب الكانسر. تقريبا مش فاكره ترانزيشن ولا ايه. ندبها لكم هنا، مش عارف مكتوبة هنا، مش مكتوبة بتهيألي، قصة تانية. طيب clinical picture swab was taken investigated for organism microscopy الكلوسل اللي هو اسمه ال فاجينا جاردينيلا اللي هو البكتيريا الفاجينوزس تقريبا. ايوه تمام جاردينيلا فاجينالس تمام. تستو الكلام ده ما فيش سموك، فيش اوردر عشان بيربوس في اتش اي في والسي دي 184 تمام. عشان السي بي سي صح. اوكي. السيجيكال فاكتور فور ذيس بيشنت كونديشن 61 سنة من النزوة المقيق إيميجرين سيفر مانسز انترميتيد ديسيوريا جروسيماتوريا عندي نوتيز بلود ات ذا اند اوف يورينيشن يعني ده يورينري بلودر لو يقول كده يورينري بلودر نو شو فوكال فوكاي كالسيفيكيشن ان ذا ريجن اوف ذا بلودر مونتبل بايوبسي شو فريك انفلاميشن وجرانيولوما. موزمبيق يعني افريقيا وعنده ديسيوريا وهيماتوريا وعنده كلاسيفيكيشن يبقى كلها بتقول ان الشيستوزوما هيماتوريا. appropriate treatment عنده سيرفايكال لينفادينوباس عنده كام 32 سنه جاي بايه بي 2 ويكس فاتيج لسارج سوالين جلاند ان هيرني دو داي فيو دايز بروبر تو ذيس شي امبيتد هير كات ليتر بوكس ويز من القطه صح؟ ثواني بس جلاس بلازموزس. لا ثواني هي فين القطه بس معلش؟ اهي اللي هي كات ليتر بوكس يطلع القطه من غير ما يلبس الجلافز. بس ثواني هي ممكن ما تبقاش هي دي بارازيتك. انت هي از وير هاز ديفلوب بارازيتك انفكشن اذروايز ويل اند نوت اني ريجولار ميديكيشن سيرفايكال لينفادينوباسي. ماشي ايه بقى اللي تبقى تكسب لازموسس no need to treatment required بدان هو صغير في السن وكويس ومش اميونو كومبرمايزد ولا حاجة reassurance وخلاص ولا ايه؟ عنده هو cervical lymphadenopathy بس ايه رأيكم؟ ماشي مش اميونو كومبرمايزد خلاص. طيب
طيب appropriate management 45 سنة جاي ب history يكون في اللمب in his bank of his hand and he described like insecticide he has intense ulceration and scab over he's concerned about a form of skin tumor the scab is black and hard دي ايه شر دي سيبرو بقى هيلس وتندر لامب ان اكزيلا وشغال لي بوتشر هي بتاعت الانثراكس سيبرو طيب in the last week he had been visiting rural farm and they took helping with agriculture work diagnosis needed to consider first the farmer 56 سنة painless black Escher in his cheeks surrounding with a swelling mild fever Escher start to itch boy like lesion becoming large agricultural work برضو هي من ضمن البوتشر والحاجات دي هي بتاعت الانثراكس بس بتتعامل مع هاي ريسك يعني اللي فيها سبورز السبور بتاعت الانثراكس طيب 25 سنة من ساوث امريكا جايب اتنين 2 month history of alteration lesion on his lower lip examination of his nasal and oral mucosa reveal widespread involvement يعني عن النيزل والأور ده اللي هو الكوتينيوس ليشمانيزس بس قلنا على أنهي واحد اللي بيبقى في ماسك الميوكس هي المكسيكانا ولا كانت البرازيلز واحدة من الاتنين دول مش عارفة البرازيليزس مش عارفة مش فاكرة أكثر أي واحدة فيه روزاليزس عليهم الكوتينيوس دي اللي هي التروبيكا او المكسيكانا اللي هي يبقى لو حاجه كوتينيوس بس تروبيكا او مكسيكانا لو حاجه بقى ميوكس ميوكوتينيوس سوري يبقى البرازيلي في الصب الميوكوتينيوس البرازيلي لان البرازيل تقريبا تحت المكسيك ولا ايه؟ البرازيل تحت المكسيك في الخريطة ولا أنا غلطان؟ تبقى عم جنوب أمريكا جنوب أمريكا الأمريكا الجنوبية أنا قصدي أيوة هم الاثنين مع بعض جنب بعض لا إن ريليشن لبعض مين اللي أيوة. جنوب الثاني؟ برازيل ما بيلعبوا مع بعض في نفس البطولة بس ده اللي أنا فاكره المكسيك لا لا نتكلم كجغرافيا حط ابلاي اناتومي عليها ولا ايه؟ انا ماشيها اناتومي كده انا ثبتها زي ما اتلخبطت فيها اهو البرازيل تحت يبقى ايه؟ في السب كوتينيوس او الميو كوتينيوس ماشي على فكره دي الاخطر الانتحار نيت انتحار طيب الانفكتيف ايجنت الاوبننج بريشر كويس الكلاودي الجلوكوز 1.7 والسيرم عندنا 4.9 يبقى كده كونسيوم بروتين عالي الوايت بلاد سيل ليموت يبقى دي بكتيريا يبقى نجيب الحاله بقى هات الحاله بقى عشان نعرف بقى السن بتاع العيان 47 سنة وجايب فيفر وهيدك انتيرو فيروس اللي هو عادي مش فيروس بكتيريا الستريبت لو كان صغير قوي تحت 3 شهور يبقى الايكولاي لو كان كيلو او الاستيريا تحت فوق 60 تحت 3 شهور كان صغير ايه معلش تاني الحته دي ستريبتو نمونيا تبع ايه؟ طب هات السيناريو كان هو معايا الحاجه هات الكي سيناريو بس السيناريو مفيش نورمالي فيتانويل هي بكتيريال تمام واحنا عندنا 47 سنه هجيب لكم البتاع الترتيبه بتاعتهم غلط ستريبتوكوكوس نيمونيا هي الستريبتو بايوجينز دي بتبقى في الصغيرين بتبقى في مع الايكولاي دي اللي بتبقى شوف هنا في لخبطه بين الاثنين دول عشان اتلخبطنا فيها اعلمها بس الاول كده عشان اتغصت منها عشان اعرف المعلومه قبل كده
يبقى في عندنا الايكولاي الايكولاي والجروب بي ستريبتوكوكس، دول اقل من 3 شهور. الليستيريا والستيريا. من 3 شهور واكتر من 60 سنه الليستيريا. تمام. الموست كومون ان جنرال اللي هي الستريبتوكوكس نيمونيا. تمام. الهيموفلس انفلونزا بتيجي في السن العيال الصغيره. النيسيريا دي، النيسيريا دي، النيسيريا، النيسيريا المفروض من فوق من بعد 3 شهور. 3 شهور بس هي لا، او من 6 ل 60 برضه. يعني ستريبتوكوكا نيمونيا والنيسيريا موجوده من 3 شهور لحد 60 سنه. لحد 60 سنه تمام. بعد 60 سنه بيكمل بقى الستريبتوكوكا نيمونيا، وبناخد الاثنين بناخد بتاع لحد اكتر من 60 سنه كمان. يعني النيسيريا والستريبتوكوكا نيمونيا من يعني في الثلاثه كاتيجوري، من 3 ل 6 سنين، ومن 6 سنين ل 60، واكتر من 60 بس بتزود على الاكتر من 60 الاستيريا طبعا. تمام. اكتر بس حاجه الاقل من 3 في اقل من 3 شهور هتحط الاستيريا والايكولاين بس. هو اللي هو موجود في كل الجروبس، كل الجروبس بالظبط. يعني الاستريبت نمونيا موجوده في كله، مفيش حاجه مش موجوده في كله. هي الموست كومن، هي الموست كومن. انت لو هتدي مثلا عيان شال بتاع السبلين، لو هتدي له واحد من ال3 فاكسينات هتدي له بتاع الاستريبت. لو قدامك ان انت تدي له واحد من الثلاثه تدي له الاستريبت. هو الموست كومن من الاخر هي كده ستريبت نيموني، والطفل يبقى معاه الاستيريا ومعاه الايبولاي بس. لو اكتر من 60 سنه يبقى ايكولاي او اميون سوري زيه زي الطفل او اميون كومبرومايز الاستيريا. لا الاستيريا ماشي، يعتبر قريب من الاطفال يعني. تمام. انتبهوا من دي بس عشان لو جت في الامتحان. appropriate management بيرسل immunoglobulin M negative والG negative، هتديله ال كل حاجة اديله. لا اديله immunization immunoglobulin. بيرسل immunoglobulin. لا لا ما عندوش أي حاجة، ما عندهاش أي حاجة. أيوة عشان كده أنت تديله immunoglobulin. ليه؟ إحنا قلنا لو immunoglobulin مش موجود إحنا هنديه لها. بس هي 14 أسبوع. طب اقول لكم على حاجه، لو الاميونوجلوبولين ام يبقى ده حصل لها انفكشن، انا هدي لها هتعامل معاها فاكسينيشن وكده. لو جي اقول لها لا خلاص انت كده اوريدي فاكس، يعني عندك اميون دي بقى. طب لو الاثنين نيجاتيف ما عندهاش حاجه فعلا، ما حصلهاش انفكشن، انا هدي لها ليه اي حاجه؟ ايوه هي ما حصلهاش انفكشن بس هي كونتاكت ولا هو السؤال ليه اساسا؟ ماشي. ما انت عملت الانتي بودي، ما انت عملت الانتي بودي ليه؟ انت عملت عشان انت مش عارف. تمام. بس بقول لك كونتاكت لو اميونوجلوبولين ام موجود هنعمل ايه طيب؟ لو الام موجود هندي لها الاميونوجلوبولين دايركت، يعني ريسنت، يعني من الاكسبوجر حصل بوست، يعني حصل لها انفكشن. طب ما انت هتديها اللي هي الاميونوجلوبولين، ما هي هتدي مش عارف. طب شوف كده مظبوط اهو ميونوجلوبولين، عشان هو مش عندها انت بتديهولها. فاهمني؟ بس ده اللي انا فاهماه. لا هي الفكره اقول لك على حاجه، الانتي بودي في منه حاجات بتطلع تو ريسنت انفكشن اللي هو الام مودرن، الام مودرن، اما الجي فهي احنا لو لقينا الاي جي ام يبقى هي من الكونتاكت حصل انفكشن، فاحنا هنساعد بقى نديلها الاميونوجلوبولين. ده اللي انا فاهمه. لا 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 اللي انا فاهماه، بس انت عندك 4 ايام يعني ممكن نظهر بعد كده. لا يا دكتور بص، هو اللي انا فاهماه ان هو المفروض هي عندها، لو هي عندها الامينو جلوبولين اي جي ام خلاص، فانا مش خايف عليها، فهي خلاص اوريدي عندها الانتي بودي اجينست الفيروس. طب هي مش عندها الانتي بودي، فانا بديهولها من بره، مش بستنى لسه ان هي هتكونه، لان هو بياخد تقريبا فتره اطول لتكوينه. ده اللي انا فاهماه. ايوه حته 20 اسبوع اللي كنت لسه هسال فيها. immune give equal او اقل. هي not immune، هي not immune، هي not، هي not immune، not immune. يبقى نديها تحت 20 ويك على طول. طيب نبص على الموضوع ده نظبطه كده عشان في لخبطه شويه كده المانجمنت. هو
ولو اقل من 20 ومش اميون هنديه الاميونوجلوبولين not immune tuberculosis should be giving